فضيلة الشيخ، نود من فضيلتكم التنويه والتحذير من فتنة الدجال الذي وقته كلما مر عام اقترب، وقد قرأت حديث أنه يظهر إذا نسي ذكره على المنابل، وهذا حاصل في عهدنا، قليل من يذكره، وجزاكم الله خيرا. خروج المسيح الدجال من علامات الساعة الكبار، من علامات الساعة الكبار، وهو يظهر مع اليهود، هو من اليهود يظهر في اليهود في آخر الزمان، ويحصل به فتنة عظيمة، ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وأشدهم تحذيرا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه آخر الأنبياء ووقت قريب من الدجال، كان تحذيره منه شديدا عليه الصلاة والسلام. ولهذا شرع لنا أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال في آخر كل صلاة التشهد الأخير، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فينبغي للمسلم أن يخاف من فتنة الدجال وأن يتعوذ منها دائما وأبدا. نعم.